بشكر مجلس الإدارة على الثقة، وبشكر كابتن روف مدير النشاط الرياضي على الثقة اللي أنا أمسك في فريق سيراميكا الأهلي كمدير فني في مرحلة حرجة جدا عمر النادي الأهلي وصل ليها. ما وصلش ليها إن عمر فريق النادي الأهلي سيدات ما خسر بالشكل ده أو خسر كمية الماتشات دي في موسم واحد. فهم كلموني الحمد لله وأنا وافقت إن أنا الحمد لله بقبل التحدي، وازاي اقدر ارجع ان شاء الله، ان شاء الله طبعا بفضل ربنا طبعا واللاعبات والجهاز اللي معايا لانتصار النادي الاهلي تاني. مهمه صعبه، اكيد مهمه صعبه جدا 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 جدا. عندي ماتش مهم الخميس الجاي، السبت الجاي مع فريق الشمس، هو اول دوري ثاني دوري حاليا. فان شاء الله بنشتغل على الثلاث اربع ايام اللي فاضلين دولت على ازاي ان شاء الله نجتاز المرحله دي والماتش ده بالذات ونرجع تاني ان شاء الله على الترتيب اول ان شاء الله. اهم مرحله اللي انا بشتغل عليها دلوقتي هو العامل النفسي، اصلا ازاي اقدر اخرجهم من اللي هم فيه او الكبه اللي هم فيها. هم لاعبات جيدات جدا جدا جدا، هم ابطال المراحل السنين اللي فاتوا كلهم. نادي الاهلي من ساعه انا ما جيت الاهلي من اول الثمانينات هم اللي بيحرزوا الاربع بطولات سنويه. في دروب حصل السنه دي وفقات في كذا ماتش وبطولتين سنة القاهره ولا كاس، لازم يتعمل عليها شغل نفسي في الثلاث اربع ايام الجايين اكتر ما هو فني كمان. ان العامل النفسي مهم جدا، لازم اخرجهم وكل ارجع لكل بنت ثقتها بنفسها وثقتها ان بتلعب في نادي الاهلي. نادي الاهلي نادي البطولات، المرحله دي كانت للسيدات. واي لوم، احنا امبارح عملنا اجتماع وكان موجود الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره والكابتن رؤوف واعضاء مجلس اداره موجودين، ان لازم الفريق ده يرجع تاني ويفوق من الكبوه اللي هو فيها. العامل النفسي مهم جدا ليكم، واتكلموا كده امبارح لازم ترجعوا بجد للاهلي تاني اللي هو من 30 35 سنه النادي الاهلي بيحرز البطولات. الحاله البدنيه بتاعتهم ما تقدرش تعمل بالحاله البدنيه قوي، ما عندكش الوقت الكافي ان انت تشتغل على الحاله البدنيه. انت بتشتغلها بمعايير معينه كده بحيث ان هي يخدم اللعبه، اذا كنت تعمل حمل بدني ولا حاجه هتشغله بالكوره عشان الكوره يبقى معاه طول الوقت ممكن. اما الفتره اللي بعد ان شاء الله نعدي الماتش الجاي ده، كل طبعا كل ماتش هناخده على حده، ان انا لسه جاي المفروض او ماسك، ما ينفعش نعمل فتره اعداد او الكلام ده كله، لا المفروض ان انا همشي باحمال معينه بعد كل ماتش. اذا كان في راحه لازم يبقى الحمل الاقصى للاعبات بعد اول تمرين بالنسبه لهم، بحيث ان هم تمشي خطوه خطوه، وكمان نمشي ماتش ماتش بحيث ان فاضل لنا بعد ماتش ومسافه ده خمس ماتشات، لو ربنا اكرمنا السبت وخمس ماتشات نحصل على الدوري ان شاء الله. طبعا الارضيات، ارضيه الملعب، اي ارضيه ملعب لما تكون كويسه هي عامل نفسي كمان للعيب، هي عامل نفسي ان هو يكون بيتحرك ويعمل كل حاجه ما يخافش من الاصابات هذه كلها. طبعا الارضيه الجديده دي طبعا بنشكر النادي ان هو عملها في وقت كويس جدا، بحيث ان الحاله النفسيه للعيب والمزاجيه كمان بلونها بكل حاجه تدي له الثقه ان هو يلعب كمان. اتمنى ان الفتره الجايه كمان من اللاعبات ان هم يركزوا شويه اكبر تركيز ليهم، ان الماتش الجاي مهم جدا جدا جدا. واعتقد كل الجهاز اللي معايا او اعضاء مجلس اداره او النشاط الرياضي اداهم امبارح دعم معنوي قوي جدا وقال لهم اعملوا عليكم في الاخر التوفيق بتاع ربنا. يعني جمهور النادي الاهلي طول عمره ورانا، حتى مش في البنات بس، في الولاد، في الكوره، في اي لعبه ان كانت هي، جمهور النادي الاهلي ما يقدرش نستغنى عنه، ان هو رقم واحد عندنا اصلا، ولازم احنا دايما بنحب نفرحه اصلا ان شاء الله. اهم حاجه يدعمونا ان شاء الله، ان شاء الله لو ينفع كمان يجوا يشجعونا يوم السبت الجاي، الماتش مهم جدا يجوا يشجعونا، وبشكرهم ان هم دايما في ظهرنا.